بقينا 4 أيام تحت القصف، تحت الردم، تحت الحجار، بدون أكل ولا شرب، ما شفناش حتى قدية مي، ما شفناش ولا إشي. كنت أنا لما بدي أجي أطلع كنت أتجرح من كتر الحجار، كان الحجار كتير، كان حجار غير متوقع، كان الحجار صغير، في حجار كبير، الحجار الكبير كان يخربش، والحجار الصغير كان كله رمل، وإذا بتمسكيك بتفتفت وبنزل تحت أواعيكي. نمت صحيت يعني يا دوبي هيك بعمل في إشي بجعني رقبتي، حاسة نايمة حجر أنا، بعمل هيك لقيتها حيطة، كتر الوجع رجعت نمت. لما رجعت نمت صحيت لك وبعدين رجعت نمت، رجعت نمت بعدين أجا الضوء، أجا النهار، أنا طلعت لقيت هدم حجار بس أختي.